السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم بفيديو جديد وموضوع جديد من سلسلة مصطلحات الهاردوير. وموضوعنا لفيديو اليوم إن شاء الله هو الباور سبلاي. ما هو الباور سبلاي وأيضا طريقة اختيار باور سبلاي مناسب لتجميعتك حتى لا تحدث أي مشاكل التي سوف تؤدي لا قدر الله إلى حرق الجهاز بالكامل. ورح نحاول نتكلم باللغة العربية الفصحى حتى يتسنى لإخواننا في الدول العربية فهم موضوع حلقة اليوم. وقبل البداية لا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، وإذا كنت غير مشترك في القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. اولا راح نتعرف على الباور سبلاي او مزود الطاقة، والذي يعتبر المكون الاساسي في اي جهاز كمبيوتر، وهي المسؤولة على امداد الجهاز بالطاقة من اجل ان يعمل. ويتم الرمز لها بال PSU، وهي اختصار لكلمة Power Supply Unit. وفكرة عمل مزود الطاقة هي تحويل الطاقة الكهربائية العادية إلى طاقة قابلة للاستخدام من أجل تشغيل مكونات البي سي. والباور سبلاي متوفر بأحجام مختلفة لكي يناسب مقاسات الكيس. وغالبا يتم حصر الباور سبلاي بحجمين، الأول هو الـ ATX والثاني هو الـ FSX. الأول مناسب لأغلب الكيسات، والنوع الثاني مخصص أو مناسب للكيسات الصغيرة فقط. وأيضا الباور سبلاي متوفر بقدرات مختلفة من الواط ليكون قادر على تلبية حجم الواط الذي يتطلبه البي سي الخاص بك. والسؤال هنا، كيف أعرف متطلبات الواط التي يحتاجها جهازي من أجل اختيار الباور سبلاي المناسب له؟ الأمر جد بسيط، راح نعطيكم طريقة جد بسيطة لمعرفة مجموعة الواط الذي يحتاجه جهازك. الطريقة جد سهلة ولا تحتاج إلى أي خبرة، فقط قم بجمع الواط الخاص بقطع البي سي. على سبيل المثال المعالج استهلاك طاقة فيه راح يوصل إلى حوالي 65 واط، المذر بورد راح يكون استهلاك طاقة فيه حوالي 35 إلى 65 واط، كارت الشاشة راح يكون استهلاك الطاقة فيها حوالي 75 إلى 95 واط. أما باقي القطع مثل الهارديسكات والمراوح وإلى ما ذلك راح يكون استهلاك الطاقة فيها حوالي 35 واط. يعني المجموع تاع القطع كامل راح يكون حوالي 200 أو 250 واط. وهذا لا يعني أني راح أشتري باور سبلاي سعتها 250 واط، لأنه هذا أكبر خطأ ممكن أن تقع فيه. دائما حاول تشتري باور سبلاي يكون من فئة العليا حوالي 500 إلى 650 واط على الأقل. لماذا؟ لأنه عندما يكون عندك فائض من الطاقة راح تعطي أريحية أكثر للباور سبلاي وتخليه يشتغل براحة، وبالتالي راح تستخدم جهازك لمدة طويلة بدون أي قلق. والسبب الثاني اللي راح يدفعك الى شراء باور سبلاي من الفئة العليا هو كسر السرعة وقابلية تطوير الجهاز في المستقبل. المعروف عند كسر سرعة القطع راح تتطلب استهلاك طاقة اعلى، وبالتالي راح تضطر الى تغيير الباور سبلاي الخاص بك. وايضا عند تطوير الجهاز راح تضطر الى تغيير القطع القديمة باخرى حديثة واقوى، وبالتالي راح يكون استهلاك طاقة اكبر. بمعنى حاول دائما الاستثمار في باور سبلاي من الفئة العليا، يعني من حوالي 500 إلى 650 واط فما فوق، ويكون من ماركة معروفة. ركز جيدا، من ماركة معروفة، لأن الشركات الصينية كثيرة ومعظمها شركات محتالة ونصب. كيف راح تحتال عليك هذه الشركات الصينية وكيفاش راح تنصب عليك؟ مثلا راح تقدم لك باور سبلاي قدرته 600 واط وبسعر جدا رخيص، مثلا 10 او 15 دولار، وبالتالي راح يجذبك هذا السعر، وهو في الحقيقة حتى لا يستطيع تشغيل جهاز قدرته 200 واط. بمعنى انه 600 واط مجرد كتابة على الورق حتى يقوموا بخداعك. لذلك احرص عند اختيارك لباور سبلاي، وراح اعطيكم بعض النصائح راح تساعدكم عند اختياركم في باور سبلاي لجهازك. اولا يجب ان تكون على علم بمجموع الواط الذي يتطلبه جهازك. ثانيا اختيار شركة معروفة وموثوقة، وبعض الشركات التي انصح بها مثل كولر ماستر و اي في جي اي.
ثالثا يجب شراء باور سبلاي بقدرة عالية، مثلا 500 واط او 650 واط فما فوق. رابعا حاول تخصيص اكبر سعر ممكن للباور سبلاي ولا تحاول التوفير ابدا، لانه عند توفيرك 10 او 15 دولار قد يسبب في تلف الجهاز بالكامل الذي سعره حوالي 600 او 700 دولار. كانت هذه بعض النصائح التي يمكن ان تفيدك عند اختيارك لباور سبلاي جديد لتجميعتك. وصلنا الى نهاية الفيديو، ولا تنسى اخي المتابع اعطاء رأيك حول موضوع تكلمي باللغة العربية، هل اتكلم باللغة العربية او اتكلم باللغة الدرجة الجزائرية؟ وايضا لا تنسى تعمل بالضغط على زر اللايك واشتراك في القناة اذا كنت غير مشترك وتفعيل ميزة الجرس لكي تتوصل بكل ما هو جديد.